قام سعادة السيد نواف بن محمد المعودة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف بزيارة إلى محاكم دبي حيث كان في استقباله سعادة السيد طارش عيد المنصوري مدير عام محاكم دبي وطلع سعادة الوزير والوفد المرافق على عرض حول إجراءات سير عملية التقاضي في محاكم دبي ومجال تطبيقاتها الرقمية وأشاد سعادة الوزير بمستوى عمق أواصر العلاقات الأخوية التاريخية التي تجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين وما تشهده من تقدم مستمر في سائر المجالات هذا وتم خلال اللقاء استعراض مجالات التعاون الثنائي والتباحث حول سبل تعزيز التعاون المشترك وتبادل الخبرة والتجارب في المجال العدلي